شغاليش لسه يعني بس حلو كتير. طب كل حاجه حلوه. كل حاجه حلوه. كل حاجه حلوه. كل حاجه بينا بتفكرني بيه. ضحكت اللي فوق النهارده بكتبه اسامي اسمها وهتسمعوا كل حاجه بينا بتفكرني بيه. ضحكت اللي فوق شفايفه والسلام هديه. حلوه قوي اغنيه حلوه. حلوه مش عارف فيني قلبي. بصي بالنسبه اللي في الجسم ما حصلش حاجه. ايوه شباب منشف المنشف يقعوا. هيدا انت كل مره بتضحك عليه. يا سرير علي يا سرير علي سرير انا يا حبيبي. انا سرير علي. انت كنت فين يا تنام هنا ولايس كان نام هنا وهنا كان اسماعيل وهنا كان اسماعيل على مطرد الي مينا علي الي انا الي انا في الي انا افتح مكان نسيم يعني يا جماعه اخر اسبوعين بقى اخر اسبوعين ضمنا ده كله على بعض. تعبان مش هتكلم مش هتكلم مش هتكلم بيضربني شو انت مش مسيطره. انا عمال اقول ابن بلدي هنا وبلدي عاوز تعرف ايه. قول لي سيطري قول له. انا اقول هو مين ده؟ ايه ده قانون؟ ده جيتار ممكن شيء ملحوظات. احنا كنا انا كان ال 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 البتاع بتاعنا كان هنا. ايه خزنت هنا اديك ده وده وكان ده بتاع علي شداد. ده اللي جوه ده بتاع ليه مينا كان جنبي حاجات كده يعني. صاحب مبسوط والله يا عم. شو صاحب مبسوط والله مبسوط جدا والله. حلو جدا شايف ايه قلبي. بص انا الله احنا نضحك علينا نضحك علينا ولا بيشتغل. لو سمحتوا عايزين نعيد السيزون من الاول كله تاني. مينا بتاع مين ده؟ بتاع مين؟ وعايز جيتار زي ده مكتوب عليه اسمي. استنى كده والعود لا والعود اللي تحت يا بعيد انت بعيد عن اي مشاكل والحاجات دي. فضت ما فيش معاها شكل حوارات. احنا اصلا فيها وبيها. عارف يعني فيها وبيها؟ صح. انت فيها وانت اللي عاملها. لا انا بقى كنت لو كان في حوار او ما فيش يعني او في مشاكل او ما فيش بس في الاخر وفي الاول انتوا بتشتغلوا لبعض. بتشتغلوا لبعض اكيد اكيد. احنا اللي راح اللي راحت اليوم قبل اللي راح من قبل طبعا مش قالوا كل الناس من نفس الدرجه. صح صح. ما فيش حد عندك حق لانه ما خد الفرصه. يا ما كان نفسي انا اكون معاكم. خسرنا من الكاس ونزل لتحت حياته. خلي بالك لا تقع. اوعى شفت الايفال؟ الو ايفال دخل اخر ايفال مسك الجائزه بتاعت حط اللقب. ربح ربح حط اللقب ظبطها يعني. ال صراحه حلو الثقه بالناس وقالوا لك مبروك وبتاع وكده وعملوا لك هي وهيصه ومش عارف ايه. قالوا له قد ايه انت متوقع مين اللي شالك بقى؟ مين اللي شالك؟ عايز اعرف مين اللي شالك فيه. شالك مين؟ حد شالك؟ ما قدرناش. حاولنا مش فاهم انت شايل في المطار. اللي انتوا بتعرفوه شايل. والله لا انا شالت فوق قوي كنت علي قاعد في الناس بس استني شايل في المطار. قولي لي ليه ما الحمد لله. ايه مين في ايه؟ عايز اقول حاجه نسيت يا شاهين. يا صاحبي انت كنت بتقول لهم استمتعوا. كل يوم استمتعوا. انا فاكر اهو. وبعدين؟ واستمتعوا تاني. واحد كمان استمتعوا معايا. واحد استمتعوا تاني. واحد استمتعوا تاني. دخل دخل عندك دخل عندك نسيم بقى عمل واحد امباليه في الكاميرا. في الشكمان ورا في الشكمان ورا. اربعه وعملت واحد امباليه. وقال لك ايه بقى؟ قال لك انا خدت الكاس وكسبت. تخيل. حلو يا باشا اتنفسوا افتكرت. سنة ما نفهم الاخر. انا سامع كل حاجه بس نفهم شنو هو اللي كده وصل فينا جوج. بجوج. اه الله يا عم جدع بجوج. بجوج وانا شنو اعمل؟ جوج دي معروف. اه حلو. وانا شنو اعمل؟ انت بتقول لي فين الزوج؟ لا لا مش كنت سامع كنت انت جوج هو جوج اللي كيف وانا نفهمكم بالظبط. وانا فاهمكم وانا فاهمكم بالظبط. انا فاهم بس كمل. لا مش فاهم ايه هو بيتكلموا كلمه ترجع ترجع عندنا الله عليك. اه بقول لك تستاهل تصل الفنان. صح ولا لا؟ بقول لك صح بتقولوا ايه؟ الله صح صح. انا وصلت الفاينل انت وياه. ما انا قلت له كده برضه كتكوت مكسور الجناح. كتكوت مكسور الجناح والدنيا غدرت بيه. لا انا عايز كلمه يعني احنا ما ايه ما نترجمهاش بسرعه بجد.
خلاص يا معلم. اسمع بس يا معلم. ترجم دلوقتي. انا عاوز ترجم يا جماعه. انت ايه ده اسمك بحبيبي. يلا هترجم بقى نمشي. سراج بيسلم عليك جدا. حبيبي يا سيجا يا سيجا. يا شهيد بص. كل ما تطلع مثلا كوبون او حاجه اسمع الفيديو بتاع مينا بيزلك في الفيديو ده. العربيه. قال له يا سلام يا سلام. قال له هو الحب عليك يا سلام. يا سلام. لا لا. حكي للواد اللي كتب الكلام ده بسرعه. أنا عندي العنب فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي والحب عليك هو المكتوب يا ولدي قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي يا سلام يا سلام يا سلام يعبر عن مشاعره طب دلوقتي عاملين عايزين ناخد قرار بجد مش بنزل قرار بجد مش هزار هزار كيفش قرار دلوقتي احنا كيفش قرار خلاص جواب يا حبيبي هم عندهم دلوقتي احنا هنروح ولا ننام مع الناس الجدعه دي والله العظيم ننام مع الناس الجدعه دي هتنام وانا اعمل له اللي جاي الله ما ضريه مع الاغنيه الله شكلك سكر بيقول لي وشك على الكاتب عندنا مدام ميري بيرجع مارسيلينو لا معنا مدام ميري تمشي نروح يلا يلا ادخلوا معانا وهنظبطكم بعدين جديده قول لي يا عم مينا نعمل ايه انت عايزه لا صح مينا عقده مش مروح ومش مش طالع من هنا